ده كان مهم ان هو يوصل عند الناس ونتعامل بيه. طيب عندي حاجتين، الحاجه الاولى اجل بقى ده شويه بس عشان ايه نخلص الدنيا دي كده. الحاجه الثانيه محليا، يعني في ساعات انت بتقعد تتكلم مع الناس وتحس ان انت ايه، لا حياه لمن تنادي، يعني هو العقل هيقول اللي هو عايزه ويقول لك ايه، ربنا وزع الارزاق محدش عاجبه رزقه، ووزع العقول فكل واحد عاجبه عقله، كل واحد هو عقله، هو انا كده ربنا خلقني كده. فنمشي من الحته الافريقيه شويه ونيجي للحته المحليه. الحقيقه انا مش عارف اتعامل ازاي، يعني مش عارف اتعامل ازاي، اتعامل بالمنطق بتاع الناس اللي هو يقول لك ايه، خليك في فرقتك وما تتكلمش مع حد تاني، او ما تتكلمش علينا في حته تانيه، وبعدين اتكلم مثلا في بطوله الاهلي مشارك فيها، فبالتاكيد لو حصل فيها اي تجاوز او عدم احتساب نقاط او عدم احتساب ضربات جزاء او عدم احتساب يعني حاجات في اللعبه، او لعب معارين غصب عنهم مفيش مشكله، يا غصب عنك مش هيلعب، مفيش قانون ومفيش لوائح ومفيش اتحاد مصري ومفيش اتحاد دولي، هو كده عاجبك ولا مش عاجبك، هل انت من المقيدين لي وقراراتي واتفائي وبنود العقود ام انك من المعارضين. فالامر بيبقى صعب شويه. تيجي تقول مثلا يعني كان في خطا في الحته الفلانيه والامر ده ما ينفعش ان هو يدار بالشكل ده، يقول لك لا انت بتطلع في نادي، في قناه نادي، فالمفروض تتكلم على ناديك بس، المفروض تتكلم على ناديك بس، وانا لما العب في بطوله قاريه انت مش مشارك فيها اساسا، يعني انت كنت في بطوله تانية، يعني ما كنتش حتى في البطوله ديت اساسا خالص، يعني تطلع تتكلم وتنتقد، مش تنتقد، ده انت بتشلفط تشلفط الدنيا، تشلفط الدنيا على الاخر، وده يبقى وجهه نظر وحق. انت لما تتكلم في حاجه انت فيها لا مالكش الحق. حتى الحسابات اللي ما بين، يعني في واحد، يعني انا قلت مش عايز اتكلم على صداقه او لكن كل فيديو لازم يتذكر اسمي فيه، فيقول لك انتوا عاجبكم اللي بيعمله سيد عبد الحفيظ في قناه الاهلي، وهو يطلع في قناه متاجره لسه ربنا ما كتبهاش انها تكون ملك، يعني ما هي برضه منسوبه لنادي، يعني هي منسوبه لنادي على اساس انها سبيستون مثلا، يعني هي منسوبه لنادي، فبتطلع تتكلم على الاهلي، انت بتطلع في قناه منسوبه لنادي بتطلع تتكلم على الاهلي، لكن انا لما اطلع في الاهلي ما ينفعش اطلع اتكلم على مواقف في لعبه تانية. منطق مش طبيعي. انا اقول لكم اللي حصل بالظبط. لو الاهلي مش هو اللي بيلعب امبارح، لو الاهلي مش هو اللي موجود امبارح مثلا، نفترض ان في نادي هو اللي موجود في النهائي الافريقي قدام الترجي التونسي، واحنا لو احنا اللي مش بنلعب يعني، وطلعنا اتكلمنا في الموضوع ده او اتكلمنا في السوشيال ميديا ومش عارف ايه، هو بيشحن شحن 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 شحن، وانت ابن بلده اساسا، يعني انت ابن بلده، لكن مش مشكله، يعني الوطنيه ما تجيش في دي، لا ما تجيش في دي، الوطنيه في حاجات تانية خالص يعني. اوكي، تطلع انت تقول حاجه مثلا ولا حاجه، يقول لك ايه، احترم نفسك، احترم نفسك، ما تكلمش كده، يعني عايز ايه، ايه اللي ده الادب دي، ايه ده، انت لو بتقول رايك، لكن لو الاهلي هو اللي بيلعب دي حريه راي، ده موجوده في العالم كله، ايه المشكله لما يعني اقول رايي، انت هتحبسني، انت هتقول لي ما اعرفش ايه، ده انا ده رايي، ده مزاجي اللي عايز اقوله بس، واللي عايز اوصله، انت في الاول والاخر، في الاول والاخر يعني هي قدرات وامكانيات، وانا دايما مؤمن بده، يعني انت مش هتفحت في الصخر ولا هتضرب نفسك في الحيطه عشان تكسب واحد هو احسن من، ما بتكلمش على العلاقه ما بيننا انا بتكلم على القدرات في الملعب، يعني انا اشوف مثلا ان من اقوى الفرق في الدوري الممتاز في الوقت الحالي، اقوى ثلاث فرق في الدوري الممتاز الاهلي والزمالك وبيراميدز، اللي عندهم صفات البطوله في الوقت الحالي، حتى مع عدم يعني خبرات بيراميدز، لكن عندهم فرقه كويسه، عندهم فرقه كويسه، وراح لهم مدير فني عنده الصفات اللي ممكن تخليهم حماسيين بشكل كبير جدا، اللي هو كابتن حسام حسن. ففي الاخر اللي عنده قدرات وصفات واستقرار ياخد البطوله، والف الف مبروك.
لكن حته ان انا هقعد اتكلم في حاجه واحرم على غيري نفس الحاجه، انا مش مقتنع بده. انا ما بزعلش ان انت تطلع تنتقد اي حد، ما بزعلش من ده خالص يعني. اللي بيزعلني حته التجريح، يعني حته ان انا اجرح في فلان او اضايق فلان او ازعل فلان او يعني اسب فلان او اشتم فلان. لكن انت مثلا بتكلم على التحكيم وانت عايز تتكلم على التحكيم، اتكلم زي ما انت عايز. بتكلم كوره وانت عايز تتكلم في كوره، اتكلم زي ما انت عايز. بتتكلم على اداء وانا بتكلم على اداء، اتكلم زي ما انت عايز. لكن ما ينفعش ابدا ان انت تعمل وصي عليا ودي قناه الاهلي قناه نادي، فان هي بتجيب حقوق النادي. وهنا السؤال، يعني هنا السؤال دي بتتقال 100 مره. طب وانت حضرتك لما بتطلع على القناه اللي هي منسوبه للنادي برضو، ما بتبقاش واخد بالك ان انت طالع على قناه نادي؟ فبتجيب سيره النادي التاني ليه؟ لو ده نفس المنهج، لو نفس المنهج حتى في حقوق الرعايه، يعني حتى في حقوق الرعايه يقول لك احنا فسخنا العقد، فسخنا العقد مع الشركه بتاعتك براحتك. انا مالي يعني، راجل بيقدرني وبيحترمني وعارف قيمتي كويس جدا. احنا مالنا يعني؟ احنا مالنا؟ احنا كنادي مالنا ومال الحوار ده؟ ماليش علاقه ابدا. حضرتك موجود، حضرتك مش موجود، انت راعي، انا في راعي تاني، ما عنديش اي ازمه في ده خالص. فعشان المنطق بس يفضل مستمر، يفضل مستمر وما نروحش في حته تانيه او ثالثه، خلاص حدد العلاقات التعامليه الاعلاميه. انا هطلع اتكلم، عمري في حياتي ما هسب فلان او هشتم فلان او هتجاوز في حق فلان، مش هعمل كده ابدا 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 ابدا. وانت نفس النهج، لكن ما اسمعش بقى، الله يخليك، ما اسمعش حته ايه انت بتطلع في قناه فما تتكلمش عن ناديك. ما انت ما بتعملش كده يا ابني، انت ما بتعملش كده. يعني انت بتطلب مني حاجه انت ما بتعملهاش. فخلينا نتكلم بنفس النهج. انا اقطع الاهلي زي ما انت عايز في كل الحالات التحليليه ولا الفنيه ولا قول اللي انت عايزه، مش قدامك صوره ومشهد، قول اللي انت عايزه وسيبنا نقول اللي احنا عايزينه. لكن مش عايزين نتكلم في اشخاص، يعني سيد قال وفلان قال، سيد قال وفلان قال. لا، وجهه نظر سيد كانت كذا، وجهه نظر فلان كانت كذا. احنا نختلف على الموضوع او الكلام، بس مش عايزين نختلف على الاشخاص، مش عايزين نختلف على الاشخاص. الناس كلها محترمه ومؤدبه وهايله وجميله وكله في حاله، مفيش مشكله ابدا. لكن ما ينفعش تختلف على شخص انت عارف كويس قوي ان مبادئه كويسه وصفاته كويسه وشخصيته كويسه، فما ينفعش يبقى فيه اهانات لشخصه. لكن ممكن اختلف في اللي بيقوله، اختلف في وجهه نظر اللي بيقولها. ده كان جزء او محور ثالث.